بالإضافة إلى أن حصلت على الولايات الحاسمة نورث كارولينا. أحب هذه المدينة جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن. الآن نحن نفوز أيضا في ميشيغان وأريزونا ونيفادا وألاسكا، وسوف نستمر سوف نصل إلى 305 من أصوات المجمع الانتخابية. الأمر يبدو أيسر بهذه الشبكة من العلاقات لأنه لم يكن هناك طريق آخر للنصر. أيضا لدينا هذا التصويت الشعبي، إنه الأمر عظيم. شكرا لكم. شكرا لكم جزيلا. نعم، التصويت الشعبي أيضا كان رائعا. إنه لشعور رائع بالحب، نشعر بهذا في هذا الحشد الكبير. أشخاص رائعين يقفون حولي الآن، لقد بدأوا هذه الرحلة معي، وسنجعلكم سعداء وفخورون بهذا التصويت. سوف تنظرون إلى الخلف بعد بعض الوقت وستقول هذه كانت أفضل لحظاتي حين صوتت إلى هذه المجموعة. هذه المجموعة الرائعة. إن أمريكا لقد أعطتنا قوة وتكليف قوي، ولقد عدنا مرة أخرى للسيطرة على مجلس الشيوخ. وفي السباق مجلس الشيوخ في مونتانا ونيفادا وتكساس وأوهايو وميشيغان وويسكونسن، وأيضا في مقاطعة الكومنولث في بنسلفانيا. كل هذا إن مجموعة الماجا وحركة الماجا قد ساعدتنا كثيرا. وهذه القضايا لقد عملنا مع المشرعون، كانت قضايا صعبة. كان إن عدد هذه النصر وكم هذا النصر في مجلس الشيوخ كان كبيرا. أحيانا كنا نقوم بعمل حشدين أو ثلاثة في اليوم، لم يتوقع أحد هذا النصر الكبير. لذلك أرغب في شكركم جزيلا على هذا. لديكم أفضل أعضاء لمجلس الشيوخ. يبدو أننا سوف نستمر في السيطرة على البرلمان. أود أن أشكر أولئك الذين قاموا بعمل رائع. أود أن أشكر زوجتي ملانا السيدة الأولى.